الفاتحة على نية التوفيق. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك محجوب. مبروك يا محجوب. مبروك محجوب. خلص خلصت. مبروك عمي ابو محجوب. مبروك عمي ابو عبدو. الله يبارك فيك. مبروك عمي ابو عبدو. الله يجعل التمام لخير. الله يوفقك. ان شاء الله عبال الرفاه والبنين. امين. روق ابني هي نلت. بوسي دبوك. بوسي دبوك. بوسي دبوك. بوسا. ايه ما بدك تبوسا، ما بدي اياها البوسي. شلونك حبيبي؟ اهلا يا حبيبي، كيفك؟ تمام منيح. ان شاء الله خطبته لمحجوب. يا ستي خطبنا له. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. بس ارجو انه ما يكون وشه عم يوجعه كالعاده. شو يوجعه؟ لسه مع الايام رح يوجعه اكثر، هيك ايد العروس ما شاء الله. تتعشى؟ مرحبا يا شباب، يا حلوين يا امامي. اهلين وسهلين. ان شاء الله بتقبشوا قلبي على الجمعه، شو حلوه ومهضومه. رعد لتلاتة اللي بشوفه بخلقتي فار مو فرم. ومين حضرتك بالله؟ انا صاحب البيت يا حبيبي. بس احنا بدنا نرقص. بدك ترقص؟ بدي رقصك بدماتك. روح القمر ولا عارف ولا روق يا زو، خوش راب مي هيك فشيت قهرك بسطلك والله. رفقاتي غلاظ مو؟ بس وقت فشيت قهرك هيك وعملته بلطف شو انبسط منك يا زو؟ اخي خلص كل يوم حساوي لك حفله هون، وعد. بس روي اشرب لك دمعة مي ابن عمي. لك برافو عليك يا رسمية، ولك علي الحلال انك داهية طلعتي. بعدين وينك؟ انت لوجع الوش وحدة بوحدة، وبكره رح نعيش سوا ونتجوز سوا وننبسط سوا. لك ومو بس هيك، ورح يوجعنا وشنا سوا كمان. تقبر قلبي يا محجوب، واخيرا حصلت عليك وانت صرت حبيبي وخطيبي كمان. لك صحيح لك رسمية، خطر لي سؤال مهم كتير، انت بتحبيني؟ تقبر قلبي ايه طبعا انا بحبك. بحبك بحبك. آه يا وشي. شبك شو في؟ خير شو مفيق لهلا؟ لك ما بعرف شو صاير لي يا زلمه، ما عم بقدر نام، كثير عم فكر بالحكي اللي عم تقول لي اياه. هلا لهالدرجه شغله بالك هالقصه؟ لا اخي انسى، خلص اخي راحت عليك، حل عني يا زلمه خليني نام. طول بالك شوي، بس بدي اسالك سؤال صغير هالقده. اي تفضل. اسمعني شوي. هلا هذا الحب اللي قلت لي عليه يعني 100% طبيعي؟ لا لا لا، لك انا باخذ منه. لك لو ماله طبيعي انا ما باخذ منه. حبيبي يستر عرضك، اتركني نام، تصبح على خير. طول بالك شوي، عم بمزح معك. شبك يا رجل، ما بتلقى مزح. شبك رفقات نحن. لك على راسي. طيب اسمعني شوي. ليك انا كثير فكرت بالحكي اللي قلت لي اياه، وعن جد انا وثقت فيك وحسيتك مثل اخي وبدك مصلحتي. معلم بدي اخذ من الحب، اعطيني منه. هلا روح انت. ها لك يسلم لي اللي خلقك. على راسي يا مان. لك انت في احلى منك انت. لك بخيلك انت. بس وعي يستر عرضك. ايه. وعي يستر عرضك، حدا يشوفك. لك شبك دبه. ليش بدك حقون هدول؟ لا خلاص هدول بلاش يا اخي مني، هدول وعي حدا يشوفك. يسلم ايديك يا رب. يسلموا معلم، هي رح خبيهم بجراباتي مشان ما حدا يشوفهم. ايه خلاص اوعها. على راسي. انت ما بدك تصير مثل كرومبو؟ طبعا. هدول هن، هدول افظع لسه، بخلي حلق. طبيعي ها؟ كله طبيعي. خلاص يسلموا معلم. يلا حبيب القلب، يلا يلا على راسي على راسي حبيبي.
والله أنا تعبت رح موت. والله حرام عليك، أنا بشو أذيتك؟ شو ذنبي؟ ليه عم تعمل فيني هيك؟ ذنبك إني حبيتك وبدك تكوني لألي بكيفك أو غصب عنك. لك يا رامة ليك عم تعملي معي؟ ليه ما عاد حبيتيني مثل الأول؟ لك ليش؟ قومي معي، قومي جايب لك هدية. يلا رامة قومي. أنور اتركني. لك قومي بقى بلا عم لك اتركني خلص بقى اتركني أنا شو أقول؟ لك يا رامة، لك يا رامة فهمي علي بقى، فهمي علي أنا بحبك بدي إياكي، لك ليش ما عاد تفهمي علي ليش؟ لك ان شاء الله غايب هالعالم كله واقف وانت خزيت العين نازل تحت. شو لك شو هذا يا رجل شو هذا؟ لك حاسس عندي طاقة مو طبيعية مثل البركان؟ لك بدي اكل الحديد اكل شوي تاني. لك يا رجل شو هالحبة اعطيتني اياها؟ عن جد سحر. صدقتني هلا سيدي؟ بس معلم بدي اسألك سؤال كثير ضروري. تفضل تاج راسي. هلا بصير يعني سف لي شي 10 20 حبة باليوم؟ ليش بقى؟ يعني انت قلت لي طبيعي وما بيأثر على الجسم، يعني الفكرة انه بدل ما انفض بشهرين بصير بنفض بشهر وبصير افظع من كرومبو كمان. هلا هو ليك بصير وما بصير، بس خلي عندك شوية صبر. بس انا عندي شغلة يعني بتخليك فظيع وطبيعي ومو حاب. شلون مو حاب؟ شو لك؟ ابرة اخي بتصير بتاكل حديد بسنانك اكل بس اغلى بشوية. ايوه قديش يعني؟ هلا برا 10-15 ألف، بس انت روحي بتاج راسي ب2000 بس منيح. ولك دخيل ربك يا معلم فهد، بشرفي انت واحد بتفهم، فضلت على راسي من فوق على فكرة. لك انا حبيتك من كل قلبي لك روحي، وبهاليومين توصلك الابرة. ماشي روحي. ماشي روحي. غسان ترفع السنة الثانية بالمعهد وحاول ينسى البنت اللي بيحبها، مع انه لهلأ بيتذكرها. لك شو مضيع انت؟ كمان يزن صار سنة تانية وضل هو وشيرين عم يحبوا بعض، بس ابوها لشيرين لسه اكم تنة. حبيبي هلأ هيك لك خليك رومانسي. لك شيليني هلأ من الرومانسية، غمضي لي عيونك جايب لك مفاجأة. سيربرايز؟ I love surprise baby. لك حشري لي بيبي أنا ماني زمور. خلاص حاضر ماشي. غمضي عيونك. يلا. فتحي. فتاح. إيه. حلوة المفاجأة. لك بتفلج. كيس فول. تسلم حبيبي. هلا بتروحي على البيت بتحطيه بجاط هالقده وبتحملي فحلين بصل. والفول شو قتاله؟ زيته. يا عيني عليكي، بدي زيت من كواعك تشرشر. حاضر حبيبي، بس ليش غلبت حالك؟ والله ما كان في داعي. لك انت عندي، لك انت عندي شغله كبيره كثير. لك ان شاء الله بتقبرني شو كريم. طيب شربي دوي، هلا خلي لك حبه دوي. اما بالنسبه لابن عمه طنشه، قام طير له النوم من عيونه من كتر غباء. ويزن مثل ما بتعرفوا مو عصبي الا شوي. ولؤي فات بقصة المكتب العقاري هو وشادي وعجبته القصة. طبعا شغل شادي ولؤي منضيف وفي بعض التجاوزات، يعني في شوية نصب.
حسنة وعلاء لهلأ مستمرين مع بعض، بس علاء لهلأ عم بيحاول إنه يترك حسنة. ليش؟ لأنه صار حاسس وبالدليل القاطع إنه هو وحسنة مو لبعض. راما لساتها لهلأ مع أنور، بس أنور عم يبتزها وهي لحد هلأ ما عرفت تلاقي حل هالموضوع، لأنه خايفة تحكي لحدا مشان ما تنفضح. ها هاي طارق وهاي ريتا. ريتا استمرت بتجاهلها لطارق، بس طارق قرر أنه ينساه، بس مسكين ما قدر. طبعاً من جديد رجع طارق صار يتحركش فيها، وهي لحد هلأ على موقفها تجاه الموضوع. طبعاً صفاء صار عنده مشكلة تجاه لؤي، لأنه السيد لؤي لما بلشت المصاري تلعب بإيده صار يهملها كل 3-4 أسابيع لا يحكي معها مرة. صفاء ضل هذا الشاب اللي اسمه إياس عم يلاحقها من مكان لمكان، ولو أي لحد هلأ ما نقدر يعمل الصدق. هاي أبو الحروف هو وسماهر، يا عيني على الحب، عايشين قصة حب ولا أحلى من هيك، وعن قريب رح يخطبها.